الحمد لله الناس بتكلمني حلوة قوي على اختياري في عمرو جابر في الحصان الاسود، واختياري في سوني في هذا المساء، وكذلك على الشحات اللي عملته في مسلسل 30 يوم، وظهوري كان في حلقتين، وكضيف شرف، وكضيف شرف برضو في مسلسل الجماعه. بمثل مع احمد داوود السنه دي لاول مره، احنا اصحاب ودفعه واحده في ورشه مركز الابداع الفني في الاوبرا من 2006 نعرف بعض. اياد نصار، اروى جوده، حنان مطاوع، اسماء ابو اليزيد، خالد انور، محمد جمعه، محمد رضوان، مجدي السباعي، زينة منصور، كل دي ناس يعني انا استمتعت بالمشاركه معاهم في مسلسل هذا المساء. التجربه كلها قريبه من قلبي لعوامل كتير، يعني لوجود مخرج المسلسل تامر محسن وعلاقتي الفنيه بيه، وهي عامله ازاي من اول ما ابتدت في بدون ذكر اسماء في رمضان 2013 لحد دلوقتي، مرورا بحماده الفار في اوتو فار، وبعلي الروبي في تحت السيطره، ثم سوني في هذا المساء. مفيش، احنا لما استاذ تامر كلمني وقال لي انا هعمل كذا 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 وعايزك معايا، ما فكرتش لحظه، ومع اني كنت ماضي الحصان الاسود قبليه، ومع اني كنت واخد قرار اني انا مش عايز اعمل غير حاجه واحده بس، ولكن لما تامر محسن ظهر في الصوره قلب لي كل الموازين كلها، وخدت قرار واشتغلت معاه. زي حضرنا، رحنا يعني احنا كان معانا في اللوكيشن اتنين زي سوني، اتنين كده يعني كانوا هاكرز محترمين يعني، ولكن معتزلين خلاص دلوقتي ربنا تابع عليهم، وهم كانوا موجودين معانا علشان يقولوا لنا قد ايه الشغل ينفع يطلع حقيقي. ان هو فكره ان انت بتبرز السيء، بتجيب شخصيه مثلا ممكن الناس قالت كده يعني؟ لا يعني بتكلم، انت ما خفتش في البدايه انت لما قريت الكلام ده؟ لا يا معلم، اخاف ايه؟ بالعكس يا معلم، انت اخاف ايه؟ اخاف ايه اللي انت بتقول؟ لا طبعا ده حاجه تخليني اعمله اكتر يعني. ايوه طبعا اخاف. لا طبعا اخاف ايه؟ لا طبعا بالعكس، ده يعني اللي يقول كده في الكنافه معلش يعني.